السلاطين هنا في عمان كانت لهم أقدام صدق في كثير من الجوانب، يعني ما ننحاز نقول على أنه على سبيل المثال الأئمة كان لهم دور وكان لهم دور وكان لهم دور، نعم لهم أدوار كثيرة، ورحم الله تلك الأبدان وأسكنها فسيح الجنان، لكن في الجانب الآخر لا نهضم هؤلاء السلاطين الذين كان لهم قدم صدق. وإن تأسفت على شيء فإنني أتأسف على ذلك التاريخ العظيم الذي لم يكتب ولم يسطر، تاريخ العلماء وتاريخ السلاطين وتاريخ الملوك. الدولة النبهانية ألم يكن لهم شيء من الحسنات حتى تسجل؟ دولة يعني استمرت في الحكم أكثر من 600 سنة، وفي النهاية تقول على أنهم أصحاب جبروت وأصحاب طغيان وأصحاب فسق وفساد؟ لا يمكن ذلك ولا بحال من الأحوال. يعني الشيخ مسعود بن رمضان من الدولة النبهانية كان رجلاً عالماً، وبعد ذلك أصبح قائداً من القادة العسكريين للإمام ناصر بن مرشد. هو من أين؟ هو من رحم الدولة النبهانية، وكذلك أخوه من رحم الدولة النبهانية، وكان للسلطان فلاح وغيرهم كثير من الحسنات، لكن ما سجلت. حتى لو جيتم تجدون ندرة في كتابة التاريخ قديماً، حتى الإمام السامي رحمه الله لما ألف تحفة الأعيان لم يتمها، كان يتمنى أن يتمها وأن يضعها في أجزاء، لكن مع ذلك أدركه ريب المنون فلم يتم. ما أتم وضاع علينا تاريخ، تاريخ زنجبار لولا الشيخ سعيد بن علي المغيري لما عرفنا شيء من تاريخ زنجبار، تاريخ العمانيين، فكان له الفضل الكبير.